أم صابر نزحت من محافظة الحديدة هي وأبناؤها الأربعة هربا من الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي. رحلة نزوحها أخذت قرابة يومين لتصل إلى مدينة التربة جنوب تعز. استقبلتها أسرة لمدة أسبوعين، ومن ثم تفاجئها بانتهاء مدة ضيافتها وهي نازحة تفتقر لأدنى مقومات البقاء من طعام وشراب. خرجنا من الحديدة بسبب الحوثيين والحرب. دخلت الحديدة، كنا معززين مكرمين دخلت الحديدة، بيت إيجار والحمد لله مستورين بالبركة. خرجنا ليلا ومسير يوما، صعبنا الطرقات والتقطعات بالطرقات، شاهدنا يعني الموت مرتين. خرجت أم صابر في ليلة مظلمة تائهة في أزقة المدينة، كلها أمل أن تجد مسكنا يأويها وأطفالها ويخفف معاناتها. تحصلت عليه بعد عناء، مسكن ذو جدران إسمنتية خالية من الفراش والغطاء، وأدوات تعيد لها بعضا من الحياة. تعبنا من المرض والجوع والمأوى، لا معانا شيء، لا فرش لا قمش لا أي شيء يعول. نحن الآن نحن مهددين بالخطر الثاني وهو الأكبر والموت. لو كان موتنا مرة واحدة وللآن أصبحنا موت بعد موت. تعيش أم صابر وأبناؤها على وجبة واحدة من رجل خير يسد رمقهم بها، ولا مصدر آخر للعيش سواها. هذا المنزل لا يوجد فيه أي شيء، لا مفراش ولا لا غطاء ولا لحاف ولا فراش ولا شيء، ولا أكل ولا شرب سوى ما قدمه أصحاب الخير من تعامل إنساني معهم من الجيران. ثم قمت بمناشدات لبعض المؤسسات والهيئات، فقام أحد الإخوة فاعلين الخير تصدق لهم ب300 روتي يوميا من أحد الأفراد في التربة هنا. لم تكن الوحيدة التي تعاني الفقر والجوع والمرض، بل هناك آلاف الأسر النازحة ممن يعيشون أوضاعا أكثر صعوبة وأشد معاناة في مناطق النزوح.